السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن عنا عريشي بتتميز انها بتشيل بس وراء، هاي هيك نوعيتها يعني. بدنا نحاول نحسن الصنف تبعها بعملية التطعيم. التطعيم بيعني انك انت تاخذ اقلام او براعم من شجرة تاني وتحطها على هاي الشجرة، فبصير عندك الاصل قوي وثابت والطعم مثمر او منتج. هلا نحن راح نقوم بعمليه قص للشجره، هلا 70 سنتيمتر من العريشي، ونقوم بوضع طعمين، واحد على اليمين واحد على اليسار، بحيث ان يتطابق الخشب مع الخشب واللحاء مع اللحاء. راح فرجيكم هذا الشيء بشكل مفصل ان شاء الله. اول خطوه نحن لازم نقص العريشي.